السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد ولدي أدنان، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون رحمكم الله، بعدما شكرنا لله ثم صلينا وسلمنا على رسول الله، لا أنسى أن أوجه شكرنا إلى هيئة التحكيم الذي قد أعطانا فرصة ثمينة ليخطب هنا تحت الموضوع الإسلام دين رحمة للعالمين. أيها المستمعون رحمكم الله، يستطيع الإنسان أن يعلم قيمة الرحمة ومنزلته في الإسلام من خلال النظر في دستور الإسلام ومصدر التشريع الأول وهو القرآن الكريم، وتأكيده على ذلك في مطلع كل سورة. ويضاف إليه أن إحصاء عدد المرات وتكرار صفة الرحمة بمشتقاتها في القرآن الكريم نحو 315 مرة، وهذا العدد هو الأكبر في تكرار ذكر صفة الله في القرآن الكريم، كما أن القرآن الكريم جاء مخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدل ذلك على أن رسالة الإسلام الأولى هي الرحمة، ثم إن مظاهر الرحمة وصورها في تشريع الإسلام كثيرة جدا فيما يأتي بيان البعض منها. الأمر الإمام بالشفقة على رعيته وتجنب ما يمكن أن يشق عليهم، ودلالة ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإرشاده لمن صلى بالناس ألا يطيل، حيث قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإنه منهم الضعيف والسقيم والكبير. ومنها الأمر بالتوسد في العبادة وترك ما يشق على النفس ويشق عليها كالجمع والقصر في الصلاة للمسافرين. ومنها الإرشاد والتوجيه إلى احترام المرأة والرحمة بها والإنسان إليها التي ليس موجودا في الجاهلية. ومنها الأمر ببر الوالدين وجعله واجبا على الإنسان رحمة ورأفة بهما، فيحفظ لهما الإنسان جناح الذل من الرحمة. ومنها الأمر بالإحسان في قتل الذبيحة والنهي عن كل أشكال تعذيب الحيوانات من إيذائهم أو إخافتهم أو تجويعهم أو تحميلهم ما لا يطيق. ومنها الأمر بتبرير الدين للكفار ودعوتهم إلى الله تعالى، فإن الرحمة في الإسلام تشمل الكافر أيضا باستحباب حصول خير له بحلول دخوله في الإسلام ونحو ذلك كثير. أيها المستمعون الكرام، هكذا ديننا الإسلام حقيقة رحمة للعالمين. متى كان المسلمون يقومون تحت ضوء القرآن والسنة؟ إخواني، كفاكم بهذه الخطبة القصيرة، ولست أنا خادما ماهرا ولست عالما قادرا،
من حسنات فمن الله تعالى، وإن وجدتم من سيئات فمن نفسي. والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.